نجيد طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك يا كابتن هيثم، طبعا مبارك لحضرتك ومبارك لكل جماهير النادي الاهلي التاهل بشكل رسمي طبعا للدور النهائي من طبعا بطوله الدوري السوبر لكره السله الرجال. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، معي واحد من نجوم مش بس مباراه اليوم، كل او جميع المباريات في سلسله ذا بيست اوف 5 ثلاث المباريات طبعا، مصطفى كيجو. مصطفى طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك. عايز ابارك لك النهارده طبعا على فوز، النهارده فوز صعب، ماتش صعب، وانت من النجوم ما شاء الله مباراه اليوم والمباراه اللي فاتت واللي قبليها كمان يا كيجو. الله يبارك فيك. طبعا كان ماتش صعب، انا شايفه اصعب ماتش في السيريس. هم كانوا جاهزين اكتر مننا ومحضرين اكتر مننا. دايما الفريق اللي كسبان 2-0 بيبقى عنده الحافز قليل شويه، هم كان عندهم الحافز اكتر مننا بكتير، بس الحمد لله يعني قدرنا نمسك في بعض لحد الجيم ونسمع كلام الكوتش لحد ما ربنا كرمنا في الاخر الحمد لله. الحمد لله. يمكن مباراه ثلاث مباريات ورا بعض يا كيجو، ومفيش راحه ما بين المباريات. انا عارفه مباراه كمان بتلاعب فريق نادي الزمالك، فريق صعب. يمكن قول لي ايه ابرز التعليمات دايما بيتكلم فيها مستر اوجستي معاكم قبل كل مباراه وخاصه مباراه اليوم؟ الكوتش كان متوقع طبعا في الاجتماع بتاع النهارده اللي هم بيبقوا جاهزين اكتر مننا، اخر فرصه ليهم، ما عندهمش حاجه يخسروها، اخر ماتش ليهم في السيزون، هيموتوا نفسهم، هيضربوا، يلعبوا اجريسيف، هيبقوا اكتر شخص عندنا في الماتش. هو ده طبعا ده اللي حصل. هم الكورت الاول والثاني والثالث هم كانوا يريدوا علينا، بيلعبوا اكتر مننا، عندهم قوه في الماتش اكتر مننا، بس الحمد لله قدرنا يعني نبقى هاديين ونمسك في بعض لحد اخر الماتش، لحد الحمد لله لاخر دقيقتين ثلاثه في الماتش ربنا كرمنا الحمد لله. لسه اسالك يا كيجو، يمكن طبعا في اول كوارتر شفنا كان في فرق 10 نقط، بعد كده هم رجعوا تاني للماتش وبعد كده احنا تقدمنا، فقولي طبعا يمكن في الفتره دي مستر جوستي قال لكم يتكلم معاكم في ايه بالاخص ما بين الشوطين؟ بصراحه الميزه دي مش من الكوتش خالص، هي يعني من الفرقه، يعني دايما الفرقه كلها انا مساعدتها لما جت لهم السنه دي هم مع بعض وكله يعني اللعيبه كلها تحاول تلم بعضها بره عن الكوتش خالص، يعني هو قعدنا بين الشوطين مع بعض وقلنا يا جماعه لا الموضوع يعني هيبقى فيه هتبقى خساره وحشه لينا بعد 2-0، فنلم بعضنا وكل واحد يخاف على الثاني ونبقى ورا بعض لحد ما ربنا يكرمنا ان شاء الله، وده اللي حصل الحمد لله. الكوارتر الرابع يا كيجو و3 بوينت في الاخر، يمكن احنا كنا كلنا قاعدين بنتكلم ان 3 بوينت دي هي دي اللي هتبقى نقطه تحول للماتش، 3 بوينت بتاعتك. والله الحمد لله، يعني انا حاولت واتمرنت وربنا كرمنا يعني الحمد لله. يعني بشكر ربنا دي اهم حاجه. يا كيجو جدا وبالتوفيق ان شاء الله، وطبعا ببارك لك بالتاكيد التاهل للفاينل من بطوله الدوري. بس يا كيجو شكرا، ينادوا عليك الجماهير. شكرا. طبعا يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شايف اللقاء طبعا مع واحد من نجوم سلسله ذا بيست اوف 5 زي ما حضرتك قلت، ومن نجوم مباراه اليوم مصطفى كيجو، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا. الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل.